بعد شد وجذب خلال موسم فاشل لفريق ريال مدريد الإسباني وخلق أقاويل كثيرة حول إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أعلن رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن ذلك الأمر بشكل رسمي اليوم، قرار يعتبر خاطئا بالنسبة لأغلب جماهير الفريق، موضحين ذلك بأنه ذات المدرب الذي حقق لقب دوري الأبطال وكأس الملك قبل عام، ومن بعدها كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، لكن انخفاض مستوى الفريق كان نتيجة الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعبين على رأسهم لوكا مودريتش، لكن الشق الآخر من تلك الجماهير اعتبرت القرار صائبا، مفسرين ذلك للأخطاء الكبيرة التي وقع بها، من بينها عدم جلب لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات، بجانب التخبط التكتيكي وعدم منح الحلول لحظة إصابة مودريتش والصبر على اللاعبين السيئين مثل بيل وكاسياس. لكن رغم اختلاف الآراء لا يستطيع أحد إنكار قدرات أنشيلوتي الذي يعتبر من أفضل المدربين الطليان، ويمكن الميل إلى الرأي الأول الذي يعتبر خاطئا. فبحسب التقارير الصحفية فإن أغلب لاعبي ريال المؤثرين مثل رونالدو وراموس وبيبي وآخرين قد شددوا على دعمهم للمدرب وتمنوا بقائه، رافضين إلقاء اللوم عليه بسبب الموسم الفاشل، معتبرين أنفسهم جزءا من ذلك الأمر. ويمكن التطرق إلى ما كتبه رونالدو في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه مدرب عظيم، نامل بأن نعمل معا في الموسم المقبل. في حين كتب راموس: واحد من أفضل المدربين في كل الأوقات، شكرا لك أيها المدرب على كل شيء، غادرتنا كبيرا وستبقى صديقا بالنسبة لي. في الوقت ذاته تشير التقارير إلى أن النسبة الأكبر من مجلس إدارة النادي أكدت على دعمها لأنشيلوتي، معتبرين أنه يمتلك المزيد لتقديمه للنادي، لكن كل ذلك لم يقف أمام رغبة بيريز بالتغيير كما يفعل دائما، وحصل ذلك في مناسبات عديدة عندما عفى مورينيو وديلبوسكي من مناصبهم قبل أعوام لذات السبب. وابتعادا عن آراء الجميع فأقام أنشيلوتي مع الريال تدل على أحقيته بالبقاء لمزيد من الوقت، مثل تحطيم عدة أرقام تاريخية بالنسبة للنادي والتتويج بالرباعية لأول مرة، بجانب الحصول على لقب العاشرة الذي انتظرته الجماهير طويلاً.